مولاي. أيوة أيوة مولاي. أنا مستعد أعفو عنكم. أيوة أيوة سيبنا نعيش يا مولاي، لكن بشرط واحد. أشرط يا مولاي. أشرط طبعا أشرط يا مولاي. إحنا راهن شرطك. القمح ينزل الأسواق والكيلو يبقى بتمن زهيد. موافقين 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 يا مولاي. موافقين طبعا موافقين. مش قلتلك الولي هيحلها؟ يلا نرجع البيت زمان اختك جعانة. بدر الجمالي ساعد في انقاذ مصر من الشدة اللي مرت بيها، وعشان كده احنا عندنا حي في القاهرة على اسمه، حي الجمالية. طيب ومنسوب النيل؟ النيل خيره دايما موجود في ارض مصر يا يحيى، وديك سمعت بنفسك التعويذة طلعت كلام فاضي. في كل مغامرة بحاول انقذ بلدي وشعبها من حرب او حملة عسكرية ممكن يروح بسببها الاف، لكن دي أول مرة أواجه فيها مجاعة بتاكل في كل الناس اللي حوالينا من غير رحمة. أنت عملت اللي عليك يا يحيى، ودلوقتي وجودنا هنا ملوش أي لزوم. عندك حق، هتوحشيني يا نونيا. ما تتأخرش عن بلدك يا يحيى. عمري ما تأخر عنها، لنا ولا أي واحد من أهلها. سلام يا نونيا، وسلام لسينو والملك رمسيس. صحيح يا يحيى. خد الست دي معاك، مش عاوزينها عندنا. انت لسه هنا؟ احنا هنروح لآلة الزمن ونرجع بيها، وبكده يبقى كسبنا آلة الزمن والروبوت ورجعنا جميلة لزمنها بدل ما تبوظ التاريخ واحنا نايمين في البيت. يحيى يحيى ما تسيبنيش يا يحيى. اه كده الرحلة كملت. لو النبي فاضل حسان ده امه موصياني عليه، كفايه اخوه اللي رحمه راح. هو اكيد عند آلة الزمن بيمسحها وينظفها.